أقابل الموتى وفي يدي زهرة. أصبحت كل عاداتنا اليومية مهمة، إفطارنا السريع، رائحة الخبز المحروق، ربما ليس هناك وقت لأشياء أكثر أهمية. لنا جميعا موطئ قدم فارغ، وهناك من ينظر لنا من الناحية الأخرى. كأنبياء زمن آخر نترك موطئ أقدامنا فارغة، قداستنا في هذا الفراغ الذي يتبعنا حيث نسير. القهوة التي تفور وأنا أجلس أمامك على إفطار أحتضنك بدون أن أترك كرسي، هذا أقصى ما نستطيع. نلمس بعضنا في كتاب الأرواح. لست خائفا من الموت، فقط أريد أن ينقل حياتي معي كمقايدة أخيرة كما هي بخبزها المحروق، بعرق آباطنا، ولتكن جنتي هي جنة التذكر. لا أذكر هذه التفاصيل الحميمة لأرقق قلب الموت أو لأضع خبزنا المحروق أمام أنفه حتى أثير شهيته لحياتنا اليومية، لرائحة مطبخنا، ولكنها الحقيقة. أقابل الموت وفي يدي زهرته.